هذه رسالتي لكل زوجة. احنا نتزوج واحدة ثانية ان شاء الله. انا راح اعيش مع انسانة 40 50 60 سنة يا جماعة، ما يصير ان هذه بالنهاية احتياج موجود في نعم شخص كرجل. بعدين تعال في براشد، ترى النظرة الشرعية مو من الرجل بس، شو الكلام بس. لا تتزوج عشان خاطر احد، ارجوك حتى لو امك. متى السن المناسب للزواج؟ بس عندي كم نصيحة لك يا براشد. خد انا ما اعرفها البنت، ما اعرفها، بطلع معاها بسولف معاها. طالع يا شيخ طالع. صدق؟ زي شعرها وشعرها بعد. شعرها بعد؟ يعني اذا بتيني في الكشخر زين انا ابي اعرف وجهك شلون الصبح اول ما تقومين. دين وطين. وعنوان حلقتنا اليوم مليان دين وطين. حب وغرام وعلاقات وصداقات و أنا خاف أنها تصير طين وطين بس شيخنا اليوم. أنا نبيه دين وطين. اليوم حلقتنا شيخنا عن الزواج. نعم. طبعاً الزواج بنتكلم عن مليون شيء قبله ومليون شيء بعده. صحيح. فإحنا نبي نمسك الأساسيات اليوم. حتى من سن المراهقة. بخالد أنا ولد عمري 15 سنة. مو 30. 15 سنة. نعم. قاعد في مدرسة ميكس. طالبات معي وطلاب معي. وفي طالبة صراحة حبيتها. حبيت. يعني مو بنا حب بخالد بس يعني في علاقة بيني وبينها بنت. يعني ياخذ رقمها، بضرش لها مسج مثلا، حليت الواجب ولا لا، شفتي المسلسل الفلاني سبيستون ما فتحتي عليه انواع واحد عن الشيء. فانا يعني بعد في يتابعونا عمرهم 15 16 يمكن 14. فجميل. واول شيء يفترض انك ما تدخل مدرسه مختلطه، احافظ عليك واحافظ على الجنس الثاني. هذه الامور مش من اساسيات الحياه، هي تشغلك عن أهدافك الكبيرة. يعني إذا أنت انشغلت الآن في هذه الأمور صدقني لما تكبر بتلاقي نفسك متأخر عن أقرانك اللي أخذوا الحياة بجدية. يعني أبو خالد لما أنا أكبر شوي وأوصل للسن المناسب في إني أبحث عن المرأة المناسبة إني أتزوجها مثلا، حزيت أكون أنا بنيت نفسي، فصارت عندي شهادة، صارت عندي وظيفة قوية لأني أنا كنت مركز على الأمور الأساسية. فالحين وصلت لمرحلة أني ممكن ألقى البنت اللي تناسبني كشركة حياة. زين بخالد، كل يقولوا لي لما تكبر. لما تكبر شنو؟ لما تكبر يعني كبرت ولا ما كبرت؟ أنا كبرت. زين بس الحين خلي، أنا الحين عمري 15 سنة معاكد. طيب متى السن المناسب للزواج؟ إذا حطينا رقم راح نختلف عليه. وجهة نظري سن النضج، الولد وصل لسن النضج واحتاج للزواج يتزوج لا تأخره. 18 17 19 16 15 جاك قالك يبا بيتزوج، انا اقول زوجة. الرجل جاي يطلب الحلال، الولد جاي يطلب الحلال، عطى الحلال. طبعا انت أب بتناقشه في النهايه، انت كأب اكيد في بيكون في بدور نقاش كبير بينك وبين الولد. اكيد اكيد، بس شفت انه ناضج محتاج للزواج زوجة. بس بخالد اوقات يقولوا لك يعني زوجو يعقل، يعني تسوي يعني حتى هو ناضج زوجو يعقل، زوجو يجننها، يصير عندنا مجانين اثنين. لا يا جماعة لا تورطون بنات الناس في عيالكم، انتوا أدرى فيهم، تشوف الولد عنده مشاكل. لذلك احنا احيانا تحرج البنت وتصير مشاكل بين عيلتين، بعد الزواج باسبوع او بعشرة ايام صار طلاق. ليش؟ قال يا اخي هذا الولد مو مال زواج. زين يوم مال زواج يا اب يا ام، انتوا عارفين ولدكم بهالطريقة، يعني كان يفترض فهمون الطرف الثاني ينضج قبل ما يتورط وينضج. زين بخالد انا الحين مشيت بنصيحتك، يمكن عمري 15. جميل. وركزت على دراستي وركزت على اهتمامات الحياه الاساسيه اللي لازم انا اركز عليها معناها كشخص. معناها نجحت. نجحت ولله الحمد. تمام. وبشرك وتخرجت من الجامعه. تمام. ودومت صار عندي وظيفه. حلو. بس معانا زميله عمل. نعم. الله لا يكتبها الا لي يا ابو خالد. تمام. تكفى اني طالب. اهميه الله يكتبها. من اللي كانت معي في المدرسه يوم عمري 15. هذه احلى. زيني صبرت، انا اخذت نصيحتك وزيني. الله عوض. صبرت الحمد لله. الله عوض. طيب راشد انت اخترت انها جميله. جميله صح. ايه هو شيء زين، ولكن ايضا تنكح المراه لاربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين، دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال اللي انت تشوفه حتى لو كانت ملكه جمال، بعد شهر بعد شهرين راح تصير انسانه عاديه في عينك مهما كانت جميلة. لكن صاحبة الدين هي صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ولكن ما يمنع أن تكون جميلة وصاحبة الدين، يعني تأخذ الدين والطين. والطين. كذلك أقول لبنتي إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه لا يغرك وايد جماله، لا يغرك، قد يكون جمال مبلج لأخريات. كذلك لا يغرك المال، قد يكون بخيل. أهم شيء الدين. إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلق فزوجوه. الحين عاديا اللي شيء مهم بعد يقول لي مو بوقت أبو خالد، هي زميلة عمل. طيب. زين أنا أبو خالد عاد تدري يعني أوكي، أنا حتى لو نويت أتزوجها بس يعني مو بالله ثاني يوم تعال روح ببيتهم، لا. يعني
بعزمها على قهوة، نبي نطلع مع بعض، نتغدى، نتعشى، شو عادي، تغدى معاها، تعشى معاها، اطلع معاها، تمشى معاها، روح سينما، روح سينما مع بعض، وممكن حتى تسافر معاها. بخاد لا، إحنا هاي دين ولا طين؟ لا طين. هذا طين. هذا طين طبعاً، وأنت بالدين. يعني غلط اللي قلته مستأنس تفعيل. طب إيش لا مسج على الواتساب؟ هذا هذا طين. طين. إيه هذا طين. تبي الدين؟ ها آه. ترضى على بنتك تطلع مع واحد؟ شكرا بس ترضى على بنتك تروح سينما مع واحد؟ كلام هذي سينما بعد؟ أي فيلم؟ ترضى على بنتك تسافر مع شاب، تقعد مع شاب، تتغدى مع شاب، ترضى؟ بصراحة لا، هذا الدين، هذا الدين، اختار أنت. احنا يا أبو راشد أحيانا نمشي مع الطين، اللي صارت الكارثة قلنا يا اخي شلون الدين ما يحل مشاكلنا؟ لا يا حبيبي انت كنت ماشي على الطين، انت تمشي مع الدين، الدين كفيل يرتب لك حياتك كلها. ترى شوفوا يا جماعه، الاسلام جاء عشان يسهل حياتنا كلها، تخالف تتعب، تخالف تجيك المشاكل من كل صوب. مو في الزواج بس، انت لما تخالف شرع الله حتى في الماء، في شرب الماء تتعب، تخالف شرع الله حتى في العباده نفسها تتعب، تخالف شرع الله في اي شيء تتعب. خلك مع الله ولا تبالي، امش مع الدين، الدين كفيل ان يخليك انسان سعيد من اسعد الناس. بس بخالد انا ما اعرفها البنت، ما اعرفها، بطلع معاها، بسولف معاها، بياخذ واعطي، جاي ما يصير اتزوجها عقبك. هذا كله راح يصير في بيت ابوها، روح طق الباب على ابوها اول شيء، هذه معناها نيتك طيبه، دامك طقيت الباب نيتك طيبه، تقعد معاها بعدين في بيت ابوها، وكل الاسئله وكل الاتفاقيات قدام أهلها. أنت ناوي خير ولا ناوي شر؟ خير. تبي دين ولا طين؟ دين. دين، هذا هو باب الدين، طق الباب وقل لهم أنا جايكم على سنة الله ورسوله، جايكم عشان يصير بيني وبينها ميثاقا غليظا. شوف يا أبو راشد، كلمة ميثاق كلمة يعني عميقة، وردت في القرآن الكريم 3 مرات، مرة للأنبياء والرسل وأدوا الأمانة تجاه هذا الميثاق، والثاني مع بني إسرائيل وخانوا الميثاق، والثالثة أنت لما تأخذ الميثاق على هذه المرأة وهذا العهد والميثاق الغليظ لازم توفي فيه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلازم توفي في هذا الميثاق الغليظ. سمعت كلامك يا أبو خالد. طيب، ورحت وطقيت الباب. جميل. وطلبت النظرة الشرعية. حلو. ويانا للنظرة الشرعية. ما مداني اشوفها، ما مداني، ابوها قاعد يسولف معاي، والله العظيم، والام متكلم امي وما ادري وش، وسالفه طويله. زين ما شفت البنت، يا حطت العصير ما مداها وراحت، انا كنت توني بتشيك العصير برتقال ولا تفاح، ما حد ما حد. يا ابو خالد، يا ابو خالد سكنت لعجت العصير، كان ترى تشوفها كنت عطشان وقتها. لا بس جد، احنا اوقات ما ناخذ حقنا في النظره الشرعيه، وانت تدري النظرة الشرعية مش بس شوف، انا اقول لك شوف ما مداني، ما بالك شوف وكلام. اذا قلنا الكلام ممكن بيجي وقت ان شاء الله بعدين مع الخطوبة. لا 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 لا، ما بيجي وقت مع الخطوبة، الان وقت الكلام، ليش نأجل؟ شوف اخوي براشد، احنا الان للاسف الشديد النظرة الشرعية مثل ما قلت تحطت وطارت. يا بنتي تعالي قعدي، هذا بكرة بيكون زوجك، قعدي خلنا نتكلم، هذا زواج. براشد عندي قلم، تشتري بريالين ولا لازم تشوفه؟ لازم اشوفه. بريالين وتقول لازم اشوفه، يا رجل هذا زواج. قلم بريالين قلت لي لازم اشوفه. اي صح، هذا زواج. انا راح اعيش مع انسانه 40 50 60 سنه يا جماعه، ما يصير. اجلسي يا بنتي، هذا الرجل يبي يتزوجك، اسمه فلان الفلاني، ويصير الحوار. يا يبا، طبعا هذا الكلام انت خبرت الاب، والأب عنده شروط، وانت كذلك عندك شروط، هي عندها معايير وانت عندك معايير. شوفي يا بنتي، الرجل هذا الآن موضوع النقاب، على سبيل المثال يا بنتي انت مش منقبة، بس الرجل هذا النقاب عنده شرط، ايش رايج؟ ما صار زواج ولا ملتش لحد الآن، جالسين جلسة تعارف. يا بنتي ايش رايج؟ لا والله يبا، أنا النقاب اسمح لي. يا ابو راشد، لا والله اذا ما تنقبت انا اسف، الله يحفظكم، مع السلامه. فهمتك. وممكن يكون يعني بعد ممكن ياخذ عطاش. نعم، في اخذ عطاش. اي، في حال ان احنا ما اتفقنا في شيء اسمه طلاق صار؟ لا ما صار. في مهر دفع وكم المؤخر؟ ولا صار اسمها مطلقه ولا صار. اي رحم الله والديك، اسمها مو مطلقه لحد الان.
يعني نتكلم عن أساسيات الحياة، أساسيات اللي ما نقبل فيها يعني مثلاً. نعم. مثلاً سواقة السيارة نقطة مهمة، الدوام للبنت، سواء مختلط أو غير مختلط يحدد، نقطة مهمة، كمل دراستها سواء في بلادها أو برا بلادها، صحيح، نقطة مهمة، نقطة النقابة اللي أنت قلت عنها، نعم، موضوع البيت، يمكن هي تبي تعيش مع أبوها، يمكن هي تبي تطلب بيت بروحها، هذه من النقاط الأساسية، نعم، اللي كلها تدور في وسط الحوار، جميل. اللي بعدين يتحدد عليه موضوع الزواج، صح؟ صحيح. خلصنا الأمور هذه كلها، صار الاتفاق. الآن بنختلف في مكان السكن، بنختلف في مكان شهر العسل، هذه ليست نقاط جوهرية في الموضوع. اليوم للأسف في ناس تنسى أنها تزكي، صح؟ فحلو أن الزوجة تذكر الزوج، نعم، والعكس، والعكس. وأنا أدري أنه ممكن تقولين الحين أنا بأذكر زوجي بالزكاة، بس أنا صراحة ما أعرف أحسب له الزكاة بالضبط، زين أكلم منه في هذا الموضوع. قطر الخيرية موجودين لهذا الشيء، قدموا لكم أداتين، البوابة الرقمية للزكاة وتطبيق زكاتي، عشان تعرف تحسب نصاب الزكاة على كل صنف من الأصناف اللي تجب فيها الزكاة، مثل زكاة المال، الأسهم، الأنعام، الذهب، الشركات، وحتى وين تطلع زكاتك في مصارفها الشرعية الصحيحة. وأيضا زكاة الفطر بتلقى لها قسم موجود في الابليكيشن، وفي قسم كامل للفتاوى. طيب أبو خالد، إن شاء الله ما راح نختلف والكلام كله واضح، وتكلمنا عن الأساسيات وتكلمنا عن الأشياء اللي ممكن يكون فيها تغيير، كل شيء واضح. جميل. زين باقي مخ البنت، شخصية البنت، حتى ضحكتها، ردود أفعالها. نعم هذه يمكن تحتاج وقت، بس أنا كشخص، وإحنا ندري اليوم نقعد مع ناس يمكن ساعة واحدة تعرف إذا هو شخص يناسبك، حتى كصديق، مو بشرط كزوج أو كزوجة، يناسبك أو يناسبك. خلني أسولف معاها، إيش يبي أبوها قاعد جنبها ليش؟ وجود الأب، وجود الأم، يفترض يعني هاي ثقافة، هذه ثقافة من مصلحة البنت أنها تتكلم، من مصلحة الشاب أن يتكلم، من مصلحتهم يتعرفون على بعض، يصير أخذ وعطى يا جماعة. لازم يعني أنا حتى ما سمعت صوت أبي أتزوجها يا جماعة، أنا جاي أبي أتزوجها، أنا طقيت الباب، أنا جاي أبي أتزوج. فيفترض من الأب والأم عندهم هذا الوعي أن خلي تكلم، خلي تحاور معاها، ترى يعني مش حرام، هذا مش حرام، هذا ديننا. يعني النظرة الشرعية، ما تقول النظرة الشرعية يعني دين ولا طين؟ دين. ومن الذي أمر بالنظرة الشرعية؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالنظرة الشرعية، خلي يشوفه وخلي تشوفه عشان الـ 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 القلبين يرتاحون، الأنفس ترتاح، والله هذه أنا شفت انعجبت فيها بتزوجها. بعدين تعرفي براشد، ترى النظرة الشرعية مو للرجل بس، بعد للبنت، صحيح، هي تشوف الولد ويطلع يقول خلاص أنا وفاك، تكلم في الوجه حسن، تقول لا والله أنا مش عوام، مع السلامة، بك أفا، شلون؟ هو النظرة الشرعية مو للرجل، صح. حتى للمرأة والبنت نفس الشيء، تبي تسمع، لأن المرأة تعجب بمنطق الرجل، والرجل يعجب بجمال المرأة. لما يجلسون مع بعض يشوفون أشياء وأشياء ما تنقل عبر الأب والأم، ولا تنقل، يعني قديما كانت صورة، يورونك صورة، في سناب الحين، بس مشكلة في الفلاتر، كلهم حلوين شيخنا، مشكلة. قديما كانت صورة، لكن قبل 1400 سنة لا، نظرة شرعية، ويجوز لك أن ترى من المرأة ما يستوجب زواجها ويتحببك في زواجها، لأنها تكلم عن الدين. لكن الصورة أظنها من الطين، يعني بخارج يصير أشوف. إيه طبعا لازم تشوف، الرسول قال لازم تشوف صلى الله عليه وسلم، يعني دين مو طين. زين أبي أشوف يدها، يجوز تشوف يدها، أبي أتمقل في وجهها، أبي أطالع تفاصيل وجهها. أنا لازم أطالع. شو متطالعها عيل؟ أسنانها. طالع يا شيخ طالع، صدق؟ زي شعرها، وشعرها بعد، شعرها بعد؟ إيه، بس من غير خلوة، لازم وجود الأب أو الأم. بخارج بعد أمه وأبوها، أنت إلا تقعدهم معي؟ عندنا إشكالية في قعدتهم معي، الأب والأم قاعدين معاهم، وبعض الآباء يجلس يبدأ هو بالقصة ويأخذ الوقت كله ويسولف، وهم المعنيين، هذه حياتهم مو حياتي. بالضبط. يا جماعة اتركهم يتسولفون مع بعض، خلي يتكلمون مع بعض. انا ما قلت لك يا اخي خلهم في غرفة واقفل عليهم، اجلسوا على جنب وخلوهم يسألون. انا اللي بيوصل، لا تصير حوار، خلي بيوصل، خلي يصير حوار بينهم، عندهم سؤال، عندهم شيء يبي يشوفها، يبي تشوفها. يعني ليش نستعجل في اللحظات الحاسمة هذه، وعقب شوي نقول يا اخي طلاق، يا اخي الولد تفاجأ، يا اخي الولد ما عجبته، الولد كان يظن البنت عندها خيال. هذا كله راح ينلغي الآن. تطلع البنت تقول يبا أنا ما أبي الولد. الآن يطلع الولد يقول لا أنا ما أبي البنت. ليش؟ لأن جلسوا مع بعض، تكلموا مع بعض، أهم شيء ما تكون في خلوة. بس لا تجي البنت كاشخة كشخة عرس. والله أنا معاك في هذه بخارج صراحة، يا
يعني اذا بتيني فل كشخه زين انا بعرف وجهك شلون الصبح اول ما تقومين يعني ما بعرف وجهك بس حزه العرس. فهاي قصدك ممكن يدخل في باب انها تخدع الرجل. صحيح يصير في خداع في الموضوع. نعم وبعد الزواج تصير مشاكل. واحد من الشباب ذاك اليوم مسكين عنده نظره شرعيه ومتحمس مسكين. قلت مسكين في شيء زين اي والله مسكين وخبرنا والله يبارك لك والله يسهل عليك وراح مسكين. بعد شوي اتصل لي ابو خالد سم والله يا اخوي دشت وطلعت وامانه ما شفتها ما لمحتها يعني الصوره مش موجوده في ذهني. ما يصير يطلب مرة أخرى جاي للانكليشن. فأنا أمانة تأذيت نفسيا. يعني الأم أنت رايحة اختيار الأم يقول أمي تقول زينة. يا جماعة الجمال شيء نسبي. اللي الأم تشوفها أنها جميلة قد الولد ما يشوفها جميلة وهذا أمر طبيعي. الـ يعني نظرة الإعجاب من الأم تختلف من نظرة الإعجاب ولد. تيك الأم قد العزايم مخارج العزم تقول أنها زينة وخلاص توكل على الله. يا أخوي توكل على الله اليوم توكل على الله والأمور طيبة بكرة صار طرق. تعال شوف المشاكل. وانت يا اخي الزواج مو بشخصين عيلتين اسرتين اعمام وخوال ودنيا ومشاكل والله ما خلوه. وهذا وهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لازم يشوفها يقول ما شفتها. هذه النظرة ما خلته يقرر نعم ولا لا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو من نكاحها فليفعل. حلو بخاري. انا الحين كذي قعدت وسولفت. الله يخلي ايامك. زين والامور طيبه. هاي الزياره واحده زين من خاطر في زيارتين ثلاثه زياده بعد ابي ازورهم اكثر. ليش؟ يعني عندي اسئله زياده ابي اشوفها اكثر. انا عندي امنيه ان الاب والام صدورهم تتسع شوي للكلام دام ان في نيه للزواج والرجل ابو راشد جاء وطق الباب. طقت الباب هذه اشاره لامر صحي وسليم. جلسوا مع بعض جلسه ما قدر الولد يتخذ قرار والبنت كذلك ما قدرت تتخذ قرار لا بنعم ولا بلا. طيب يبا ممكن نجلس مرة ثانية ما المانع؟ حلو ما في غلط. ما المانع؟ مرة ثالثة قلنا ما في خلوة. ليه ما يوصلون لقرار؟ أوكي. ليه ما يوصلون لقرار نعم ولا لا؟ قرارها ما راح تندم عليه دامنا اتخذت هذا القرار بقناعة. وهو نفس الشيء أخوان الأول اللي قلت لي قبل شيء قصته قد ينحرج ويتزوج باختيار أمه ذيك الساعة. تعال لا يا جماعة هذا الولد كنت أتمنى أن الأب والأم من الطرفين أصدورهم تتسع ويقول والله يا جماعة ترى أنا ما شفتها والله يا جماعة أنا ما قدرت أتخذ قرار ممكن أجلس معها مرة ثانية ما المانع؟ ما المانع؟ وإحنا ندري أن في شباب يبون مسخونة يبون يشوفوا بالعشر وبالعشرين ثلاثين مرة ما يصير طبعا. وأنا أشوف أن من الأشياء الحلوة ما أدري توافقني الرأي أن الأب بعد ما البنت تقعد قعدتها مع الرجل وبعدين يقعد معاها الأب يسألها شنو صار. حلو إنه يعرف المحاور شلون قاعدة تتنمى وتتطور في كل مرة فبيعرف إذا الثالثة مثل سوالف الرابعة لا تعالوا شو قاعد تستهبلون. صحيح. يعني يبقى الأب أيضا له قراره. الأب ما هو طفل صغير مر في هذه المراحل كلها. صحيح. وعنده وجهة نظر وكذلك الأم وكذلك أب الخاطب نفسه الصورة واضحة. بس أنا أقول لعل هناك حالة إنه والله الجلسة الأولى أنا ما قدرت أتخذ قرار أقولك لا بأس إنك تجلس المرة الثانية. أهم شيء جماعة ما نضيف رقم طلاق في المجتمع. أنا كل هذا الكلام قاعد أقوله عشان بكرة ما نضيف رقم طلاق إن نسبة الطلاق قاعدة تزيد عندنا لأنهم ما صار عندهم توافق من البداية. الولد تزوج عشان خاطر أمه. الولد لا تتزوج عشان خاطر أحد. أرجوك حتى لو أمك بتزعل اليوم ترضى بكرة. لا تتزوج عشان خاطر أبوك والله هي بنت خالي والوالدة كلمتني والله وأنا محرج وتزوجت. لا يا أخوي طبعا ما في مشكلة أني أنا أسمع برأي أمي وأبوي وأشوف الخيارات المطروحة من عندهم الشرعية. العكس الزواجات الناجحة هي اللي كانت عن طريق الأب والأم مش عن طريق اختيار الولد نفسه. العكس هم ما راح يلشونك لكن أنت لا تتزوج لما تشوف البنت وما تحس بأي ارتياح تجاهها كزوجة والله يما أنا آسف يا يما زينة كذا كذا يما على راسي لكني ما احس انها بتكون لي ما تناسبني ما تناسب خلاص. زين يا ابو خالد توكلت على الله والبنت عجبتني وقررت اني اخذها واستقرت ولله الحمد والامور طيبه الحمد لله ووصلنا للمهر. مبروك مقدمه. كسر ظهري يا ريت فيها مبروك. الابو كسر ظهري يعني طلب مهر فوق استطاعتي بزياده. اخوي وراشد ترى احنا احيانا مشكلتنا في المهر مش لان انا ابي او احتياج البنت. المجتمع الناس بنتي مو أقل من بنت فلان وهذه من الأمراض الاجتماعية اللي قاعدة تقتل الشاب.
تخلي الشاب يدخل في ديون لها أول ما لها آخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. طيب إحنا ما نبي البركة لهذا البيت، هي بنتي، ما تمنى لها البركة، ما تمنى لها الخير. إذن يا جماعة يسروا يا أخي، ما لك شغل في فلان وعلان يا أخي. قد والله قد يأثم الولد توه بادي حياته بديون ومشاكل. ليش؟ لأن الناس، إحنا ما ذبحنا إلا الناس وكلام الناس، ونتوقع أحيانا أن الناس راح يرضون، وهذا من المستحيلات. دفعت ولا ما دفعت، دبلت المهر ولا، ترى الناس ما راح ترضى أبدا، ما راح ترضى. ما ترضى لبنتك البركة، ما ترضى لبنتك التيسير وهم مع بداية حياتهم. يا جماعة خففوا على الناس حتى تعم البركة في هذا البيت. كم هناك يا أخوي براشد مهور دفعت بمئات الألوف وكان الطلاق بعد أيام من زواجهم. هناك دراسات غربية في جامعة أمريكية أن كل ما زادت تكاليف الزواج زاد الطلاق. زين جماعة، هذا مجتمعنا، هذه سفينتنا، ارحموا شبابنا. الإسلام جاء وسع دائرة الزواج وضيق دائرة الطلاق. احنا باللي قاعدين نسوي شو نسوي؟ نعكسها، نعكس، نضيق دائرة الزواج ونفتح دائرة الطلاق. واذا الحلال صار غالي ترى الحرام رخيص. والله صح كلامك يا ابو خالد، لان هذه في النهاية احتياج موجود في في في, في نعم. شخص كرجل نعم وكمرأة نعم، وهم كانوا يبونه بالحلال. فاذا انتوا صعدتوا الحلال، احتمال ان شاء الله لا، احتمال انه يتجه للحرام او هي تتجه للحرام، والعياذ بالله. ابشر كل الله الحمد الأبو وافق انه يقلل من هالمهر، وصار علي مهر اقدر ادفعه. جميل. وكتبنا الكتاب ولله الحمد. حلو. وصرنا في الفتره اللي هي ما بين كتب الكتاب والعرس. في يمكن من اخواننا العرب اللي عندهم كتب الكتاب هو نفس العرس في نفس اليوم، احنا عندنا لا، الغالب كتب الكتاب وعقب في فتره اللي يتعرفون فيها اكثر على بعض وعقب العرس. الفتره هذه تنصح انها تكون ايش كثر يا ابو خالد اللي ما بين كتب الكتاب وبين العرس؟ جميل، كل ما عجلنا افضل. بس عندي كم نصيحه لك يا براش، اللي هي انت الحين ملش صح؟ اي انتبه، لا تبين نفسك حاتم الطائي ورايح برولكس وجايب ذهب انتبه، هدي، ترى الحياه طويله. ولا تبين نفسك انك بطل، ولا تبين نفسك انك شاعر، ولا تبين نفسك انك زين وتعيش حياه مثاليه. يعني نقدر نختصر نقول كن انت، كن انت، لا تكون شيء مختلف. لأن بكرة ترى تتزوجون، كل هذا كل شيء بيبين، بيبين. إيه؟ ونصيحتي لها خبرها زوجتك إيه؟ مراشد سمعي إيه يا مراشد، قل لها اسمعي أبيش أنت كما أنت، لا تقولين لي والله أبوي تاجر ما أدري إيش وأمي كذا وأنا كذا وجوني ما أدري من خطبني ورديته عشانك والكلام هذا، ترى إحنا عاديين حتى في الأسلوب والأطباع. اي يعني انا بمدحك باللي فيك ومدحيني باللي فيني، وما في داعي ان نعيش حياه تكذبين علي واكذب عليك. لا خلينا نتكلم، خلينا نتكلم بواقعنا، خلينا نتكلم من غير ما نحط بهارات على حياتنا. انا هذا هو، انا هذا عبد الله بطولي بعرضي بلحمي بشحمي، هذا انا، ما عندي شيء. الفتره هذه للاسف الشديد الكل ايش يبالغ، يبالغ فيها، الكل يبالغ، فنقول هدوا اللعب، بكرة بتبين الأمور كلها. فجميل اللي بين الحقيقة، وحلو بعد أنهم أصلا يبينون إيجابياتهم وسلبياتهم مع بعض. أتمنى هذا الشيء، أتمنى، ترى أنا هاي سلبياتي وهاي إيجابياتي، وهاي سلبياتي وهاي إيجابياتي، ونحاول نعدل في بعض. لكن يا راشد لا تطول المدة، لا تطول المدة. شنو السبب؟ ليش ما طول؟ السبب أن الآن بداية الحياة، في شوق، في حب، ادخل حياتك بهذا الشوق وبهذا الحب. تطول المدة تبرد العلاقة. تبين بعض الأخطاء، تبين بعض الاختلافات، ويجي الشيطان يقول لك دام أنك على البر قطها، قل لها مع السلامة. وايد نسمع حالات طلاق تصير بعد ما طول 6 أشهر و7 أشهر واللي وصلها لها سنة. يا أخي خلص. يعني تقصدك الفترة ما بين الملكة والعرس أو الفترة المهمة هذه، المفروض أن الواحد ما يدخل في تفاصيلها ويبدأ ينبش ويطلع كل الأخطاء وكل المحاسن، في أساسيات أوكي. أي، وبعد في نقطة ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهادة، ماضيك تعرفتي على حد؟ وانت يا ابو راشد قل لي كنت تعرف بنات قبلي ولا لا؟ احلف، قول والله. زين افتش جوالك، احلف على القران. زين احلف، عطني جوالك. زين اكيد ما عندك علاقات، هذه كلها غلط. مالك شغل في ماضيه، وانت مالك شغل في ماضيها، مالك شغل تفتشين في جواله، مالك شغل تفتش في جوالها. خلاص
انت مو بربة اللي بتحاسبينه، خليه خليه خلاص، هذا هو، انا قبلته، هذا دينه، هذه اخلاقه، تزوجنا. اما ماضي وش كان عندك وش ما، يا اخي كانت عندي اخطاء، تبت والان تزوجت، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، خلوا الحياه تمشي. سمعت برايك ابو خالد ولله الحمد، والفتره ما بين الملكه والعرس خليتها شهرين 3 شهور. جميل، حلوه الفتره هذه، الله يبارك. فجوين تكاليف العرس، واوقات الام طلباتها اكثر، كان العرس لها هي مو بلبنتها. الحين الام امك وامها بعد ولا بس امها؟ امي خلها علي انا بقنعها امها. الاشكاليه ابو راشد، الناس ايش راح يقولون عن عرس بنتنا؟ هذه الاشكاليه. هل يعقل ان احط فلوسي واقطها في حفله بساعتين ساعتين، والبيت اللي بعيش فيه العمر كله ما اقدر افتحه، واذا فتحته بديون؟ هل يعقل؟ صار للاسف في مجتمعاتنا بعض العوائل تبي تطلع في الطبقه، نبي احنا نبين ان احنا صرفنا هالكثر في العرس، فانتوا عرفوا انتوا مو بحسن منا، ترى احنا في نفس طبقتكم، جبتوا المغني الفلاني يبن المغني الفلاني، جبتوا الكوشه بهالقيمه يبنها بهالقيمه، التصميم بهالقيمه احنا سوينا بهالقيمه. واحنا نلاحظ مؤخرا صار اللي عنده اصلا، يعني اللي عنده سواء كتاجر كبير او كشيخ، والله تلقاه انه يسوي عرسه في المجلس، في المجلس. وهذا انا شخصيا حضرت اكثر من عرس في المجلس، وهو ما شاء الله شيخ او تاجر كبير، وللاسف اللي مو معاه فلوس صار يبي يوصل لهالمستوى. هو مفكر كذي، هو المشكله انه مغروس في مخه كذي. وهذا الشيء حتى يدخل في حلقه التربيه اللي احنا تكلمنا عنها، ان هالشيء لازم بعد الوالد يتربى عليه القناعه. المشكله انه في وقت الزواج اللي يصير العكس، يعني الموضوع موضوع مو بتربي الولد، انت لازم تربي الام له عشان توضح لهم ان الفشخره الزايده هذه ترى ما هي الا مشاكل، والمجتمع يخرب. سالفه بخيل اناني ما دفع، هذه بدايتها، خلي يدفع في البدايه. علشان خلك من كل هذا يا ابو راشد، اللي طلعوا عند الباب يتكلمون فيك بعد العرس، بعد العرس لا تتوقع انك بتسوي شيء والناس ما راح يتكلمون فيك، صدقني من الاخر. وحتى لو اخذت ديون على اي شيء بيقولوا اه كان غبي اخذ ديون عشان يسوي شيء، ترى ما عندك. رحم الله والديك. اسباب الطلاق كثيره جدا، من اهم اسباب الطلاق عدم قدره الزوج على الصرف. والسبب اللي تفضلت فيه قبل، تلقاه يرجع للعرس والأعمار عالي. نعم، الملايين اللي دفعها حق ليلة واحدة طول عمره الآن، وبيته تدمر بسبب الصرف وعشان يسكت الناس. خذ كلام الناس الحين. أبشرك ولله الحمد، رضوا بعرس معقول. جميل. وعرسنا ومر شهرين الحمد لله الأمور طيبة، لكن بصراحة أنا بديت أحس بعض الاختلافات بيننا وبينهم كعائلة. يعني أنا ما أستنقص من حد، لا منا ولا منهم هم، لكن في فرق في السوالف، في الأطباع، في الأساليب. ولو سألناها عنك يا أبو راشد بتقول نفس الكلام، وهذا أمر طبيعي. وزينك تسألت، في دولة خليجية سووا دراسة على زواج أول سنة، فوجدوا أن 40% من نسبة الطلاق في أول سنة، بسبب أنه متوقع أن هي نسخة منه، وهي متوقعة أنها نسخة طبيعية. هذا مو أخوك اللي عايش معك في البيت، هذا مو اخوك اللي عايش معاش في البيت، وهذه مو اختك اللي عايشه معاك في البيت وماكله شاربه نمط الحياه اللي عندك. هي من اسره مختلفه تماما، ابو ام مختلفين تماما، بيئه مختلفه تماما، غير انها انثى تفكيرها كامل مختلف عنك، انطباعها كامل مختلف، انفعالاتها كامله مختلفه عنك. فانت رجل بطريقه رجل، تفكير رجل، انفعال رجل، وهي امراه بالطريقه الثانيه المختلفه تماما. وانت الان قاعد تعيش حياه جديده، اصلا انت عمرك ما عشت مع بنت، انت دائما ربعك كانوا شباب رايحين جايين، انت الان قاعد تعيش مع امراه، قاعد تعيش مع انثى لها انفعالاتها، لها اسلوبها في الحياه، لها تواصلها، كل شيء مختلف. فانت الان لابد انك تصبر وتمشي الامور وتعمل التقارب بينك وبينها، بينك وبينها، لا انت كامل ولا هي كامله، لابد من التقارب ونتحمل. بس تمضي سنة ستجد المياه تجري في مجاريها الطبيعية. وممكن نقول ان الاختلاف اساسه حلو اصلا، يعني حلو ان نكون مختلفين. هو اثنين، ما في اثنين في الدنيا نسخة من بعض، حتى التوام، حتى التوام مختلفين، فهذا امر طبيعي والاختلاف امر طبيعي. بس لابد من التقارب، لابد من تحمل الطرف الثاني، لابد من النصيحة بينك وبينها حتى الحياة تمشي. بعد شوي بتلاقي الاشياء اللي كنت تشوفها انه واو يعني شيء كبير، لا شفت تشوفها صغير، بعد شوي بتشوفها ابيض واسود، بعد شوي بتشوف الصوره بعيده، بعد شوي بتنساه والامور تمشي. بس في نقطه يا ابو راشد، عندنا دين وعندنا طين، عندنا طين، في الطين خلينا نختلف مو مشكله، عاداتنا وتقاليدنا الامر طبيعي، احنا ما راح نختلف في الدين، فلا تحارب على ما تعودت. يعني في الامور اللي فيها دين
خلاص مو ظن النص يكون واضح ونمشي فيه صح، وممكن ان نزعل عليه يعني، او خلينا نقول يسوى ان نزعل عليه، لكن دام طين والله ليش القلاص هني، ولا احنا ترى تعودنا ان نقوم الساعه الفلانيه، ولا هذه كلها اشياء في الطين في المتغيرات. جميل، وزينك ذكرتني ايضا، احنا في بدايه الحياه نحط المرجع، لو اختلفنا وين نروح، للدين ولا للطين؟ للدين. اخوي براشد، من الاشياء الحلوه ان المراه تذكر زوجها بالصلاه، هي تنسى هو يذكرها بالصلاة، يعني بيت كله يذكر الثاني في الله عز وجل، حتى موضوع الزكاة. صحيح، الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. نعم، والجزئية البسيطة اللي الإسلام يأخذها يعوضك فيها خير وبركة وزيادة ونماء وطهارة للمال. الحمد لله أبو خالد، أبشرك فهمنا بعض أكثر وخذنا على بعض أكثر، وأنا تعلمت أشياء حلوة من عاداته وتقاليدها، والعكس صحيح وكل شيء تمام. لكن أمس صارت هوشة كبيرة، مع أنها على شيء سخيف لكن صارت هوشة، وهي قطت علي كلام بعد ما انا صرخت. بصراحه انا صرخت، انفعلت، وقطت علي كلام جارح، وخذت ملابسها وراحت بتالا. شو الحل؟ الحل سهل، عندي لك رقم محامي زين، واقول لك محامين، واحد لك واحد لها، وطريج المحاكم والنيابه ومركز العاصمه والقاضي، لا اله الا الله، واسرار البيت عند القاصي والداني. و يا ابو خالد، دين ولا طين هذه؟ لا طين طبعا. لا ما ابي طين، حاله بالدين. الدين اول شيء يا ابو راشد، لا تدخل حد بينكم، لا امها ولا ابوها ولا امك ولا ابوك، انت وهي، صدقني في ليله واحده تنحل مشاكل كثيره بينكم، فلا تدخل حد. اذا دخلت حد بتزيد المشاكل، المشكله الصغيره بوجود اطراف تكبر، والمشكله الكبيره من غير تدخل الاطراف تصغر وتختفي بعد. جبتها من بيت اهلها وحاولت اني اناقشها، وخذنا وعطينا في السوالف، ورجع ارتفع الصوت وزادت المشاكل، ورفعت السماعه واتصلت في امها وقالت لها القصه كلها. امها ما كلمتني انا بعد، راحت وكلمت امي، يعني كم طرف دخل؟ امها طرف وامي طرف، وامي يمكن تسولف مع ابوي، وزادت الاطراف. الدين الله يحفظك يقول فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه. اليوم يا ابو راشد، الإشكالية اللي صارت إن مكاتب المحاماة شغالة طوارئ في أسرار الناس ومشاكل الناس وأسرار البيت اللي يفترض تبقى في البيت، وصلت للمحامي ومكتب المحامي الثاني واستعانة بصديق، و الكل عرف القصة، الكل عرف القصة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت بنته فاطمة رضي الله عنها، كان بينه وبين علي بن أبي طالب اختلاف، عندهم مشكلة، بيوت الصحابة ما تخلو، طبيعي في مشاكل. وين ولد عمك؟ قالت ولد عمي بيني وبينه سوء تفاهم وكذا، وطلع. إذا عندك مشكلة خلها واطلع يا ابو راشد، لا تقعد تقول كلام وهي تقول كلام، اطلع تنتهي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح تحقيق من اللي بدأ ومن اللي قال وش قلتي، أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المشكلة. ايش الخلاف اللي بين علي بن ابي طالب وفاطمه؟ ما حد يعرفه. وهكذا يجب ان تبقى البيوت. عندك مشكله يا ابو راشد ما قدرت تحلها، يفترض من قبل، طيب اذا انا وانت اختلفنا من مرجعنا؟ من مصوبك، ابوك، عمك، اللي فيه حكمه، اللي قادر يحل مشاكل، مو بالمحاكم وافتح واسرار البيت وما ادراك ما المحامي هذا والمحامي. لا يا جماعه، هذا دين، واللي قلت قبل شوي طين. الحمد لله ولله الحمد، أبشرك. نعم، حكم من أهلي وحكم من أهلها، والأمور طيبة وتصافت وعدت لسنين، وجبنا ثلاث عيال أبشرك، بالمبشوت خلود وفطوم. فطوم أصغر، الله يبارك، شيطانة تحب إذا شفتها. وطبعا تدري مع العيال أبو خالد أوقات المشاكل تزيد، بس أنا عندي حركة عجيبة. ليش رايك إن ولا واحد من عيالي يعرف عن مشاكلي أو مشاكل مرتي معي؟ أبدا، كل ما تصير مشكلة أروح معاها على جنب ونحاول نحن نحلها، والعيال ولا يدرون أي شيء. يعني لو تسأل عيالي شلون الحياة في البيت بيقولون لك وردية، حياة وردية ما فيها ولا غلط. يا سلام، وهذا شيء زين يعني؟ المفروض إنه زين يعني، عيالي ما يعرفون عن المشاكل، ما ربيهم على المشاكل شوف حظك، في مشاكل تنحل بينك وبين زوجتك، بس في مشاكل ثانية لازم عيالنا يعرفون عنها، لازم يشاركونا الحل، حتى لو صغار ناخذ آرائهم وجهات نظرهم. ليش نعيش عيالنا ان الحياه كلها عسل وان الحياه ما فيها مشاكل؟ والحياه بكره الولد بيكبر بينصدم في الحياه، الحياه لا تخلو من المشاكل. يعني خل الام تقول والله انا مختلفه مع ابوكم في
السفرة اللي بنسافرها، احنا مختلفين، والله انا مختلفة مع ابوكم في يوم الجمعة وين نطلع، انا مختلفة مع ابوكم في السيارة اللي بناخذها، انا مختلفة في البيت، في اثاث البيت. خل نتكلم عن الخلافات، خل عيالنا يشاركون، خل يعرفون ان في خلاف، في وجهة نظر مختلفة، بعض المشاكل يجب انها تنحل بعيد عنهم، لكن مو بكل المشاكل، وتعيش عيالك في حياة وردية والحياة ليست كذلك. فمن الطبيعي ان احنا نوصل لهم بعض المشاكل ونسمع اقتراحاتهم في حل المشاكل، العكس هذا شيء ايجابي. لحظه قاعد افكر فيها صح، يعني حتى لما انا اجي اطرح المشكله واحلها، حلو ان عيالي يشوفوني شلون انا حليت المشكله، تجربه تتعلم شيء جميل، وشاف تجربه واقعيه. نعم، المخطئ يعتذر، انت اخطات تعتذر حق زوجتك، زوجتك اخطات تعتذر لك قدام العيال، امر طبيعي. اهم نقطه يا ابو راشد، لا تعيش اليهال الحياه الورديه، ان انا عايش في سعاده وفي حياة ما فيها ولا خطأ ولا حتى اختلاف وجهة نظر، العكس هذا ما قاعد يضيف لشيء. مرة للأسف يا أبو خالد جاني ولدي رشود يقول لي ماما تقول عنك أنت بخيل، شو كذي بعد، وأنا مو مقصر معهم في شيء، بس أنا قمت أستوعب أن هي خاطرها تسافر المكان الفلاني، فهي حابة تضغط علي يمكن عن طريق العيال، فرجاني يا ريت إن شاء الله مرشد تسمعك. شوف الله يحفظك، أجمل صورة في عقل الطفل صورة الأم، ثاني أجمل صورة هي صورة الأب، هذه أجمل صور في عقل الطفل، رجاء لا حد يشوشها، رجاء لا حد يلوثها، لتبقى هذه الصور جميلة. الأم عندها مشكلة مع الزوج، الزوج عندها مشكلة مع الزوج، تحلها، لكن تضغط على الولد أو تشغله وتخلي البيت في تحزبات، هذا الولد مع الأم وهذا الولد، هذا يدمر البيت بالكامل. أثناء الكلام الكلمة تحتاج مهارة في توصيلها، لما تختلف مع زوجتك بدل ما تقول له أمك أبوج، كأنك تبعد المسافة، عمي وعمتي، وهي نفس الشيء، أبوك قال أمك كأنها تبعدك وكأن فريقين، لا أبوك عمي وأمك عمتي، هذا أقرب للقلوب، أقرب للأنفس، أقرب أن نتواصل مع بعض، ما نبي نتباعد. دائما انسب الطرف الثاني لك يكون اقرب. ونقطه يا ابو راشد ايضا خلها قدامك، اختلفتوا مع بعض، الخلاف هذا امس، انتوا اليوم اثنين مختلفين عن امس. هذا رجل حكيم جالس مع طلابه ويعلمهم، فدخل رجل سفيه حشاكا من برا وسب هذا الحكيم، فالطلاب يعني عصبوا فقالوا وطلع، قام واحد من الطلاب طلع وراه قال شلون تسبه، هذا رجل حكيم، هذا عالم، هذا يعلم الناس الحكمة، داش تسبه؟ قال يا أخوي سامحني، أنا بكرة آجي واعتذر ضروري. قال له طيب. ثاني يوم على موعد جاء، دخل هذا الرجل من برا، وقف عند الحكيم، قال أنا اعتذر. قال تعتذر من إيش؟ قال أنا أمس سبيتك وأنا جاي اعتذر. قال لا، أمس مو بنت، واحد ثاني، انت اليوم جاي تعتذر، انت اليوم انسان ثاني، انت انسان مختلف، مش امس واحد ثاني، انت اليوم واحد ثاني، انت اليوم واحد مختلف، المشاكل اللي صارت بينك وبين زوجتك امس اليوم فرمت يا اخي، نظف يا اخي، لا تشيل هموم امس واول امس واخطاء السنه الماضيه واخطاء قبل 10 سنوات تشيلها، ما راح تقدر تعيش، انت ما راح ترتاح، انت وهي فرمتوا كل شيء، نظفوا كل شيء، الاوراق اللي فيها المذكرات هذه شققوها، احرقوها، قطعوها، عيشوا يومكم، شوفوا قدام، لا تطلعون ورا، تتعبون. احيانا يا ابو خالد اكون راجع البيت تعبان من الشغل، حزة تطول في الدوام ساعتين زياده، يعني ما ارجع البيت الا 4:30، واول ما ادخل تجيني هي بالمشاكل اللي موجوده في البيت، يا تعال يا ابو راشد وين العيال تعبوني، وشغاله ترى لحد الحين ما دفعنا لها، المدرسه اتصلوا عشان ولدك رشود يبونك تروح له، وفي مشكلة مع الخدامة بعد لحد الحين هي ما وديناها المستوصف علشان تخلص امورها، تجيني بالمشاكل كلها في نفس الوقت وانا توني راجع وتعبان. جميل، اول شيء بالمقابل تبي تسمع منك كلمة طيب، يعطيك العافية والله، والله انت اللي شايل البيت، بالفعل بالفعل لو انا مكانك ما تحملت. اوكي، هذا واحد. اثنين، عندنا 10 ثواني، اخر 10 ثواني، اول 10 ثواني، اخر 10 ثواني وانت طالع من البيت، هذه رسالتي لكل زوجة، كل أخت لي أقولها هلا هلا في زوجك في 10 ثواني، مهما دار بينكم وهو طالع، حبيبي ربي يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك، استودعتك الله، مع السلامة. يطلع الرجل المرتاح
يعني في شغله في 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 عمله في اي شيء تلاقيه وحش بطل. واول 10 ثواني وهو راجع البيت بدال فلان رشود سوى، ما عليه ادري رشود سوى وادري مضغوطه وادري كل شيء، بس العشر ثواني والزوج جاي من برا قواك الله يعطيك العافيه، ماجور ماجور ان شاء الله، تعبك هذا مكتوب عند الله عز وجل، حياك تفضل. الرجل همومك كلها في العشر ثواني اختفت. هذه عشر ثواني عاد انا خاف عيني يحسبونها بالثواني. والله الله تعال حياك أحد. بس رشود اليوم سواني ونشرم على طول حسبت وحط التايمر عشر عاد انت عشر ثواني خليها عشر دقائق. انا اتفق معك يعني مش عشر ثواني عشر ثواني يعني، يعني الرجل راجع من دوام وتعبان ومرهق، خليه يرتاح خليه يتغدى اي سالفه داخل البيت، يعني اختاري سالفه حلوه تذكري تلاقين الامور هدت، حتى انت ارتحتي اصلا. يعني الان الانفعال اللي موجود الان الساعه 2 ولا الساعه 1 مو هو الانفعال اللي في المساء، خلاص انتهت المشكله. وكذلك الزوج، كذلك الزوج لما عندك مشكله اختار الوقت، اختار الوقت المناسب انك تنصح زوجتك، اختار الوقت المناسب انك تعدل سلوك معين خاطئ في البيت. طبعا البنت الذكيه تعرف زوجها متى يرجع من الدوام، في الوقت هذا لازم هي تكون مستعده متنظفه متعطره، يعني انت استقبال زوج، انت زوج تستقبلين زوجك، حتى لو يعني هو مضغوط في العمل لما يشوفك بالمنظر هذا جزء من ضغطه جزء من تعبه يروح. ترتيب البيت انت المديره، ترى انت عندك خدم ديريهم صح، ما عندك رتب البيت على الاقل المكان اللي اول ما الرجل يدخل من برا يشوف، يشوف المكان المرتب يشوف المكان النظيف، حتى لو في بعض التقصير الرجل راح يغفر راح يتجاوز راح يسامح، والله مرتي شو مسويه مرتبه عطره لها فوات الصغيره هذه بتجاوزها، لكن اذا اهملت حتى النقاط الصغيره الرجل يكبرها. وانت وانت داش البيت رشه العطر مثل ما وانت رايح الدوام رشيت، وانت داش البيت عطها رشه. مخالد مش معقولة، قبل شهرين راجعين من ماليزيا وهي سافرة. جميل. ما مدانا على طول قعدت مع ما أدري من ربعها وجات وتقارن على طول. المقارنات هذه اللي أساسا أنا مو مقصر فيها، تروح وتجيب لي مقارنات إنها أقوى، يعني والله أنا هالدولة تبي هي هالدولة، ولا مثلا رجلها شغلها الشغلة الفلانية أنت ليش ما تشتري لي؟ ليش يعني هو يحبها أكثر مثلا لا أنت بعد تحبني، وندخل في جو المقارنات. فرجان جد أبي باب ينفتح له باب المقارنات الحين نبي نسولف عنه. واحد من الشباب تزوج يقول حياتي مستقرة واموري طيبة، شوي بدأت طلبات زوجتي تتغير مختلفة، طلبات السقف ارتفع فوق. يقول انا شوي عندي خبرة خلال اليومين ثلاثة يا ترى من اللي زارها، شخبار يا مرة شعلوم كذا من جاكم امس من جاكم اول امس كذا، وصلت قالت جاتنا فلانة اي حلو وسوي تقريري المخابراتي على فلانة هذه، فدريت انها شبه منفصلة عن زوجها، هي في عالم وزوجها في عالم. وقعدت مع زوجته وقالت لها زوجي يسفرني وزوجي يعطيني والهدايا وا 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 والى اخره. هي بيتها مدمر تبي تدمر بيت رفيجتها. للاسف الشديد مثل هذه القصص احيانا تصير. المقارنات غلط في كل شيء، لا في الجمال ولا في الإمكانيات ولا في أماكن السفر ولا حتى في أماكن الأكل ولا في المطاعم. يا أخي لا تقارن، كل واحد وإمكانياته. زوجها سفرها وأنت كذلك سفرتها. النساء يفترض يوقفون الكلام عن أزواجهم قدام بعض، لعل رجل ضعيف لعل رجل فقير لعل رجل ما يملك، فتجي زوجته تحتقر زوجها، شوف وين موديها وانت شوف ايش معطيها وانت. طيب هذا الكلام ونقله لي يعني هدم البيوت ولا لبناء البيوت؟ لا والله لهدم البيوت. فيا اختي الفاضله اذا الله نعم عليك بشيء وزوجك اهداك ولا اعطاك، يعني استعينوا على قضاء حاجكم بالكتمان، يعني اخفي هذه النعم، لا تجي والله زوجي خذ زوجي. وبعض الحريم ترى يبلغون يبلغون، تبي تقول ترى ها شوفوني ترى اجاب ترى عطى ترى كذا، تبي تطلع نفسه باحلى صوره باحلى صوره. طيب مو بلازم نكذب، ترى ما حد طلب منك ولا انتم داشين مسابقه في البرضة، يعني يعني ان الله نعم عليكم والستر زين. بس بعد يا ابو خالد بصراحه مو دائما الخطا يكون على النساء في هذا الموضوع، حتى الرجال. يعني انا عندي واحد من الربع، طبعا انا كريم السالفه دي مو علي انا، واحد من الربع عنده فلوس وعنده خير يمكن اكثر مني،
بخيل ومقصر معاهم في اشياء كثيره، وهو عنده في نقطه اساسيه. في ناس ممكن يقول لك والله انا ما اقدر اسافر سنه ولا سنتين ثلاث، يمكن ما اسافر فعلا ما عنده، وهذا شيء طبيعي وانت قلتها قبل شوي، قناعه وكل واحد يرضى باللي عنده. لكن لما الشخص يكون عنده ما يسوي، حد لازم نقول انه غلطان. شوف، من الصفات اللي المراه ما تحبها، واسال الحريم، ما تحبها في الرجل البخيل. البخل تدري ليش؟ لان البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، أعوذ بالله. فيا أخوي اللي الله أنعم عليك، أولى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخيرك هذا حق من؟ أموالك هذه حق من؟ أيضا لو أنفقت على زوجتك، الأجر أفضل من أن تنفقه على يتيم وتنفق على مجاهد وتنفق على مسكين. هو أجر، وأجر أجرك على أهلك أكثر. فهذا ليش يبخل؟ ويبخل حق من؟ يمكن أنا أبخل على البعيد، أبخل حق عيالي، لكن لما تبخل على عيالك تبخل حق من؟ بخارج نسبة الطلاق تخرع وزادت، وقاعدين نشوفها بين ناس قلنا مستحيل يتطلقون من كثر ما كنا نشوفهم يحبون بعض. وأنا بصراحة مودي أوصل إلى المرحلة مع مراش، لأني أنا أحبها، ونعم صارت بيني وبينها أخطاء من قبل لكن حليناها وسمعنا بنصايحك أبو خالد، لكن أنا ما وديني أطلق لأن بصراحة أنا أحبها وأعزها. الموضوع سهل على المرحلة، الموضوع سهل. تشوف برنامج جديد وطين، حلقة رقم 3، الحلقة هذه هذه لو شوفها إن شاء الله ما راح تطول. خلينا نقول اللي ما شاف الحلقة الحين شو يسوي. طيب، إحنا قلنا قبل شوي إن الدين جاء لإسعاد الناس، وأول من خالف ندفع الضريبة. صدقني هذا كلام ما يختلفوا عليه، يعني كل مشاكلنا لو نرجع للدين بنلاقي لها حل، بنلاقي لها حل. أي بيت يبتعد عن الله يدخلون معهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. أين الله من هذه الأسرة؟ ستجد هذا هو المؤشر. ارجع لله عز وجل، هذا البيت يمتلئ إيمان، يمتلئ دين، أمورهم جدا طيبة. أخوي براشد، إحنا ليش نروح للطين ونبي الدين؟ الدين مفتوح والدين بابه واسع، تعال أي مشكلة عندك ارجع للدين بيحلها. أي مشكلة مهما كانت أنت تشوفها كبيرة، بس ارجع للدين بتلاقي حلها سهل. من اللي خلقنا؟ اللي نزل الدين وخلقنا، حط كل الحلول لمشاكلنا في هذا الدين. كل الواجبات والحقوق موجودة في الدين، واجبات الزوج والحقوق اللي عليه، يعني اللي له واللي عليه في الدين، واللي لها واللي عليها في الدين. وين الاختلاف؟ لن تجد مشكلة إلا في الدين حل. يعني على رأيك يا أبو خالد، إن لا قدر الله لو صارت مشكلة بيني وبين زوجتي نرجع للدين، نشوف وين الغلط في الموضوع هذا، ونشوف حل الدين له ونطبقه، وإن شاء الله بعدها إن ما راح نوصل لمرحلة الطلاق أبدا. ولكن يا أبو خالد، كلنا ندري إن الطلاق هو حلال في النهاية، وفي ناس وصلت للطلاق لكن للأسف في ناس تطلقوا اسمعوا قصصهم كل الناس اللي حولهم، وفي ناس تطلقوا يذكرون بعض بالخير في ظهور بعض. الله أكبر. هذا رجل صارت بينه وبين زوجته مشاكل، جاء واحد أقربائه، خير وش بينك وبين زوجتك؟ قال يا رجل زوجتي شو نتكلم عنها؟ زوجتي إيه؟ قال السموحة. وشوي الرجل ما وصل لحل مع زوجته طلقها. فجأة قال لها ايش بينك وبين زوجتك قبل؟ قال هذه امرأة أجنبية عني، كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ ما يصير أتكلم عنها زوجتي، والآن أصبحت أجنبية فأنا ما يصير أتكلم عنها. لما يصير طلاق، الطلاق نوعين، طلاق ناجح وطلاق فاشل. حتى في الطلاق في نعم في فاشل. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل، لا تنسون العشرة اللي بينكم، لا تنسون العشرة اللي بينكم، واحيانا بينكم عيال لا تدمرونهم، لا يكونون عيالنا بعد الطلاق في الاحداث، لا خلهم يعيشون. البيت اللي الام فيه مطلقه، بس في اب ولا ما في اب؟ في اب وفي ام وفي أبناء. الأب يروح المدرسة ويتابع عياله، والأم تروح المدرسة وتتابع عيالها، والأب يأخذهم، فالحياة مستقرة وموجودة. يعني الإسلام أوجد حلول في الحضانة وما بعد الطلاق، أوجد حلول لكل حياتنا بكل تفاصيلها. فأتمنى لما نوصل للطلاق مثل ما تفضلت أن يكون طلاق إيجابي، تبقى صورة الأم في عقل الطفل جميلة، تبقى صورة الأب في عقل الولد جميلة. عندي أب وعندي أم حتى لو مطلقين. إذا أنا طلقت زوجتي، طيب عيالي؟ أنا ما طلقتهم. للأسف بعض الناس يطلق زوجته ويطلق عياله معاهم خلاص، ويبي يفتح حياة جديدة وكأنه يفتح صفحة جديدة.
ديرن عيالك في النهايه. وفي اللي طلاقهم ما يصير بين الاثنين وبس، بين عيلتين للاسف الشديد. بالفعل عداوات ومشاكل بين عيلتين. وتعال شوف الشيطان، الشيطان وظيفته الاساسيه ترى هني، وظيفه الشيطان الاساسيه هني. لو رجعنا لقصه سيدنا يوسف عليه السلام، في بدايه القصه أبوه قال لي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. حدد أن عدوك الأول هو الشيطان، عدوك الأول مش الزوجة، ويا أختي عدوك مش الزوج، الشيطان. وتمر الأحداث الطويلة إلى أن يأتون إخوان يوسف عنده، إيش قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا قال لهم رموني في البير ولا قال، ولا قال الشيطان. فالشيطان يشتغل هني بين عيلتين بين قبيلتين عشان يفرقهم. فيا جماعة يا جماعة نحكم شرع الله، نحدد بين الزوج وزوجته، لو اختلفنا كتاب الله، لو اختلفنا نرجع للدين، نبتعد عن الطين وحياتنا بتكون سعيدة. زين أبو خالد ولله الحمد مشيت بنصايحك الزينة، أموري طيبة، وبشرك إن ما وصلنا حتى للطلاق ولا اضطرينا إن احنا نرجع في أمور كثيرة إلا وحلناها من بيننا. لا. ما رجعنا حتى للحكيم هذا اللي من عيلتي وعيلته ما احتجنا، الحمد لله أمورنا طيبة. الحين إن شاء الله أنا يعني شفت لي واحد أصوب الكوفي اللي أروح لك اليوم الدلق لا واعيد القصة أنا، لا هذيك أنا سولت عنها تزوجتها وخلاص عندي منها ثلاثة عيال، الحين أنا أتزوج واحدة ثانية إن شاء الله. فأنا رحت حق أبوها طقيت الباب، لا الله يسلمك هذا الموضوع نخليه للموسم الجاي. رحت حق أبوها طقيت الباب الحين أنا أسكر خلاص خلصنا. هذه كانت حلقتنا الخاصة بالزواج، فإذا تبي تشوفون قصتي مع مرتي الثانية في الموسم الجاي إن شاء الله من دين وطين. بخارد إحنا الحين بالحلقة الثالثة، وما شاء الله الحلقة الأولى لها أصداء والثانية لها أصداء والثالثة هذه إن شاء الله إنه بيكون لها أصداء. وفي ناس لليوم ما اشتركوا تخيل، زين كلهم بخارد يمكن يسمعون منك ما يسمعون مني أنا ما أدش فيهم زعلان علي، قلهم اشتراك انشر الحلقة الحين ذمتك بخارد والله نتكلم جد الحين مو كلام جرايد. إذا أنا نشرت الحلقة وفيها خير في هدي والله فيها خير إيه وفيها خير نعم ما يجي لي أجر بذمتك. صدقة جارية صدق اوف اوف اقوى ذي بعد صدقه جاريه نشرك للحلقه هذه تخيل سواء هذه ولا الثانيه ولا الاولى لانه ما فيه الا خير ما فيه الا خير ان شاء الله يعني تحت المعلومات يمكن نص نص بس هذه كلها خير. اخوي براشد ترى بعض البيوت قد تنقذها معلومه اي والله معلومه واحده يعني كم من واحد مثلا في بدايه حياته جت زوجته قالت له طلقني طلقني ما ابي الحياه هذه طلقني طلقني قال لها طالق لحظه طيبه طبيعة المرأة تقول طلقني طلقني بس أنت الرجل ما يصير تقول طالق. أوه ترى هي تقول بس ما تقصد تدري أنا ما كنت أدري ترى هي معلومة أحيانا تنقذ بيت صحيح. فالعكس انشر وإن شاء الله لك أسأل الله إن شاء الله أن نكون سبب في أن إحنا نحل وايد خلافات صايرة في البيوت بإذن الله إن شاء الله. ويعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. سلام.